وقفة جديدة قبالة المقر الرئيس لوكالة الغوث في مدينة غزة. أصحاب البيوت المدمرة يشتكون من استمرار معاناتهم في ظل تلكؤ العالم عن البدء بمشاريع إعادة الإعمار، إعمار يقولون إنه سيمنع الانفجار. احنا عندنا بيوت مهدومة من 2004، وفي ناس في بيوتهم أهل مهدوم بيته في الحرب، وكل بيوتنا مهدومة، والناس معانا حوالي 200 عائلة، واحنا بالاعتصامات إن من 10 سنين بيوتنا مهدومة وما حد سائل فينا. وقتيش بس يتبرع المانح؟ وقتيش بس يتبرع المانح؟ سيتم تصعيد المسائر والاحتجاجات ضد العالم كله حتى يتم فتح المعابر كاملة وإدخال جميع المواد البناء، حتى يتم إعمار كل البيوت التي تم تدميرها من قبل العدو الصهيوني الغاشم، ونطالب كل العالم مساندة قطاع غزة حتى يتم الإعمار. التظاهرات والفعاليات تصاعدت وتيرتها مؤخرا مع تراجع الدول المانحة عن وعوداتها المالية بتمويل مشاريع إعادة الإعمار، علاوة على العراقيل الكبيرة التي يضعها الاحتلال لإدخال مواد البناء إلى غزة، وتزامن ذلك مع عدم قيام حكومة التوافق بمهامها جراء واقع الانقسام. جئنا لنقول للدول الأجنبية والعربية اللي أخذت على عاتقها أنه تعيد الإعمار في قطاع غزة، أن أعيدوا إعمار قطاع غزة، وخصوصا نحن في فصل الشتاء. الناس اللي تدمرت بيوت اليوم بتسكن في مدارس، بتسكن في بيوت بلاستيكية، اليوم الوضع في غزة صعب. مع انسداد فرص إعادة الإعمار في وقت قريب، تزيد معاناة الآلاف من أصحاب البيوت المهدمة، معاناة مستمرة لن تتوقف معها الفعاليات إلا بتعهدات حقيقية وجدية بإنهاء هذه المرحلة القاسية من التشريد والنزوح. المطلوب أن تنتهي معاناة الناس وأن تشرع المؤسسات الدولية تحديدا الأمم المتحدة في بناء البيوت التي دمرها الاحتلال بشكل كلي. حتى هذه اللحظة 100,000 مواطن لازالوا بعيدين عن بيوتهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. للأسف الشديد البدائل بالنسبة لنا كسكان قطاع غزة، لا بدائل لدينا إلا أن نستمر في حراقنا الشعبي، لأن البدائل كلها مغلقة ومقفلة بسبب استمرار هذا الحصار الظالم. بعد 6 أشهر من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، تحولت حقوق الآلاف من أصحاب البيوت المهدمة في إعادة الإعمار إلى أزمة كبيرة ما زالت فصولها مستمرة، فصول لم تكتب مقدمات نهايتها المؤلمة. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.